وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد عبد الوهاب المنصور عضو مجلس الشورى. سيد المنصور، بداية نرحب بك، ومن الملاحظ أن تطورات الأوضاع في المنطقة فيما يخص التدخلات الإيرانية في المنطقة بشكل عام والبحرين بشكل خاص جاءت بعد توقيع الاتفاق النووي مع الدول الستة الكبرى، كيف تفسر ذلك؟ سيد المنصور، أنت معي الآن على الهواء مباشرة. مرحبا مرحبا، معك. نعم، نرحب بك مرة أخرى، ومن الملاحظ أن يعني التدخلات الإيرانية في المنطقة بشكل عام والتدخلات في البحرين بشكل خاص جاءت تزامنا مع توقيع الاتفاق النووي مع الدول الست الكبرى، كيف تفسر ذلك؟ والله يا سيدي، أنا أولا بصفتي مواطنا بحرينيا محبا لهذا الوطن، وكذلك بصفتي أحد أعضاء مجلس الشورى، أدين وبشدة كل هذه الأعمال التي تتسم بالعنف والإجرام والتي تروح من جرائها أرواح من كانت مهمته الحفاظ على الأمن وتوفير الأمان والسلامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين فيه. ثانيا، أقول إنه إذا وجدت مشاكل في هذا البلد فأهل البلد أولى بحلها، ولا حاجة لمن يتدخل في شؤونه من الخارج. وندين وبكل شدة أي تدخل في شؤوننا، لأن أي تدخل لا ينتج عنه إلا زيادة الأمور تعقيدا. نعم سيد المنصور، الحادث الإرهابي الذي وقع يوم أمس وراح ضحيته 2 من رجال الأمن لقى إدانة من الكثير من الدول، ما الذي تودون تأكيده بهذا الخصوص؟ طبعا انا اضم صوتي لكل من ادان، لكل من دان واستنكر وشجب هذا العمل المشين، هذا العمل الاجرامي. ونقول لمن يحاول ان يتدخل في شؤون بلدنا ان لا حاجه لنا في تدخلك، ونحن اولى بان نحل مشاكلنا مع مسؤولينا، فلا حاجة للتدخل من الخارج سواء إيران أو غيرها. نعم، سعادة السيد عبد الوهاب المنصور عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.